تشرف كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة أن تعقد ندوة بعنوان يوم في حب مصر، احتفاء بعدة مناسبات. أول هذه المناسبات يوم إفريقيا يوم 25 من مايو كل عام. المناسبة الثانية هو اليوبيل الماسي لكلية الدراسات الإفريقية العليا، حيث مر يعني 75 عام على إنشاء هذا الصرح العلمي الفريد في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط. المناسبة الثالثة هو يوم الوفاء، إجلالاً وتقديراً لأساتذتنا الأفاضل رواد الدراسات الإفريقية في مصر. أسعد الله صباحكم بكل الخير. هذا يوم مهم في تاريخ أفريقيا والدول الأفريقية للاحتفال بيوم أفريقيا، وهو اليوم الذي تحدد عندما أنشئت منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت بعد ذلك إلى كيان أكبر وهو الاتحاد الإفريقي. هذا ليس مجرد يوم للذكرى والتذكر، وإنما هو يوم لدعوتنا، دعوة متجددة لكي تقوم إفريقيا على التضامن. التضامن هو سر النجاح، سر التقدم، سر النصر، وسر السلام. هيئة لابد أن أنا أرحب بهذه الكوكبة الكبيرة الحاضرة لهذه الاحتفالية. في الحقيقة أفريقيا بتواجهها مشكلات وتحديات كبيرة جدا، ليست فقط التحديات التي تتعلق بالحرب أو بنظم الحكم أو بطبيعة انتقال السلطة، ولكن في مشاكل تانية كتير جدا زي الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة، كثير جدا من التحديات. وللأسف هذه التحديات زادت بعد أزمة كورونا التي انعكست على كل اقتصاديات العالم. أعبر عن جميل سعادتي لجامعة القاهرة على وكلية الدراسات العليا على حسن التعاون الدائم المستقر مع بعثة الاتحاد الإفريقي وكذلك جميع السفارات الإفريقية، إلى جانب اهتمام الكلية بالشأن الإفريقي عموما، وهو في الواقع انعكاس وتجسيد لاهتمام مصر الدائم الدؤوب على إفريقيا.